العدد الثالث والعشرون من مجلة بيم إريبيا، مقالة بعنوان نمذجة معلومات البناء، ضرورات التوطين ومعوقات التطبيق لمهندس أيهم محمود. تقرأها عليكم مهندسة هدير محمد. يتطلب الانتقال إلى نظام نمذجة معلومات البناء مقاربات نفسية وسلوكية لا تتوفر حاليا في قطاع صناعة البناء، كما يتطلب اعتمادا مكثفا للوثائق الرقمية والأدوات التي تتعامل معها، وقد يؤدي تطبيقه إلى تغيرات مؤلمة على صعيد خروج قطاع مهم من القوى العاملة خارج إطار المنافسة، لكنه في المقابل سيوفر مبالغ هائلة كانت تهدر باتباع الأنظمة التقليدية. إن تطوير الشركات لمنهج عملها أو إنشاء شركات جديدة تعتمد هذا النظام يمكن أن يوفر فرص عمل إضافية خارج حدود سوريا في ظل الطلب المتنامي للدراسات التي تعتمد هذا النظام والنقص الحاد في الخبراء القادرين على التعامل معه بكفاءة. يعتمد نظام نمذجة معلومات البناء على تقاطع خبراتنا البشرية مع تطور فهمنا لآلية عمل وعينا الذاتي للعالم المحيط بنا. لم تعد الأجهزة الرقمية المحيطة بنا مجرد آلات حاسبة، بل غدت توسعا حقيقا لعقولنا وذاكرتنا وأدوات لاكتشاف أنماط تفكيرنا. بيمثل النظام رأس هرم امتزجت فيه مفاهيم البرمجة غرضية التوجه مع نظم قواعد البيانات مع الخبرات المتراكمة لدى شركة تويوتا في اليابان والمبادئ المعتمدة لديها، والتي توقف أي عملية إنتاجية عند اكتشاف أي خلل فيها، كما تضمن إدارة دقيقة للموارد بحيث تكون متوفرة حين الحاجة لها. قادت مبادئ شركة تويوتا إلى اعتماد مفهوم اللامركزية بوضعها العمال في موقع المسؤولية عن عمليات تسليم المنتج وخلق حافز داخلي يقود باتجاه نجاح كامل العملية الإنتاجية بدلا من السعي وراء نجاح قسم منها. وبالتالي يتطلب تطبيق النظام مقاربات نفسية وسلوكية مختلفة جذريا عما اعتادت عليه القطاعات الواسعة من الإداريين والموظفين في سوريا، ويتطلب إجراءات ثورية قد تصل إلى إعادة هيكلة الشركات أو إعادة تشكيلها من جديد. إظهار التصميم بشكل ثلاثي الأبعاد في البيئة الافتراضية بيقلل كثيرا من الأخطاء الناجمة عن عمليات الترجمة المتكررة ثنائي وثلاثي عند انتقال الفكرة من اختصاص إلى آخر، كما يمنح إمكانية رؤية الفكرة حتى من قبل غير المختصين، وهو يعد بإمكانية مذهلة في المدى القريب مع تصاعد ثورة تقنيات الطابعات ثلاثية الأبعاد وظهور طابعات بأسعار تقترب من $1000، مما قد يغير إلى الأبد أساليب توثيق تصاميم المنشآت. كلمات مفتاحية: نمذجة معلومات البناء، النموذج الذكي، توثيق رقمي، أغراض، برمجة غرضية التوجه. انتقل تصور الإنسان حول أجهزة الكمبيوتر من فكرة أنها آلات حاسبة فائقة تتعامل مع الأرقام والمعطيات إلى أنها امتداد وتوسع لذاكرته، وأنها مساعدات شخصية تطور قدرتها على البحث وإعادة اكتشاف ذاته وآليات تفكيره. يمزج مفهوم نمذجة معلومات البناء بين إدراك العقل البشري لمفهوم الأغراض والتي عمقها ورسخها التمرس في أسلوب البرمجة غرضية التوجه، وبين آليات تنظيم عملية التصميم وتقسيمها إلى وحدات منفصلة قابلة للسيطرة وتطبيق مفاهيم الأمثلة على كل مرحلة فيها. أفضل وسيلة للتنبؤ بالمستقبل هي صنعه. ألان كيرت كي، مواليد 17 أيار 1947، عالم كمبيوتر أمريكي عرف بريادته في مجال لغات البرمجة غرضية التوجه Object Oriented Programming وفي مجال تصميم نظام النوافذ، وهو مدير معهد أبحاث فوي بوينتس وأستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، ويعمل أيضا ضمن الفريق الاستشاري لTTI فانجريت. كان حتى منتصف عام 2005 زميلا في مختبرات HP وأستاذ دائر في جامعة كيوتو وأستاذا مساعدا في معهد MIT. في البدء كان الحرف وفي البدء كانت الجملة. يقوم المعلم وفقا لمنهاج التدريس القديم بتدريس الحروف لطلاب الصف الأول، ثم يتم الانتقال إلى تشكيل الكلمات وبعدها إلى صياغة الجمل. في المناهج الحديثة العملية عكسية، في البدء كانت الجملة. يقف الطفل الصغير أمام السيارة وقبل أن يتعلم النطق يتعرف على وظيفتها وشكلها، وعندما يتطور وعيه قليلا يتعرف على بعض أجزائها الظاهرة، وعندما يكبر الإنسان ويريد الحصول على رخصة قيادتها عليه أن يعرف الكثير عن مكوناتها كلها، وفي حال اختص في الهندسة الميكانيكية سيعرف معلومات عن حجم الوقود والهواء الممتزج في حبرات الاحتراق في محركها. ينتقل العقل البشري في إدراكه الأشياء من تصور الكل إلى تجزئته وتحليله ومعرفة مكوناته واكتشاف العلاقة بينها. لا يمكن الفصل بين المواد وما تختزنه من علاقات وقوانين تحكمها، لذلك كان الانتقال من البرمجة الإجرائية إلى البرمجة عرضية التوجه Object Oriented Programming والتي تدمج المعطيات مع الوظائف المعتمدة عليها، وهي تمثل أسس الصناعة الحديثة للبرمجيات والعمود الفقري للبرمجيات التي تعتمد نمذجة معلومات البناء.
استناداً إلى ما سبق، تحلل البرمجيات التي تعتمد مفاهيم نمذجة معلومات البناء المشروع إلى مكونات أساسية، أعمدة، جدران، بلاطات وغير ذلك. بتشكل المفردات الأساسية لأي منشأة، ويتم التعامل مع هذه المكونات كأغراض. تحتوي كافة المعلومات الهندسية التي تصف موقعها ونوع المواد المشكلة لها، إضافة إلى تحديد وظيفتها وطريقة تفاعلها مع بقية الأغراض المحيطة بها. إذن هي عملية استخدم أساس البرمجة غرضية التوجه التي تتوافق مع أسلوب تعامل العقل البشري مع الأشياء المعقدة به. القسم الأول، أسس نمذجة معلومات البناء. نمذجة معلومات البناء البيم Building Information Modeling علم ثوري يتطور وينتشر بسرعة كبيرة. تصعب الإحاطة بالممكنات التي يحملها لصناعة البناء، كما يصعب تقدير اتساع مجالات تطبيقه والإمكانات الثورية التي ما زالت كامنة فيه، رغم أنه كان وما يزال ممارسة هندسية استغرق تطورها عدة قرون. معظم خبراء نمذجة معلومات بناء البيم يدعمون بإخلاص التوجه نحو مساعدة الآخرين ليتقنوا استخدام هذه التقنية، وليشجعوا التعاون المبكر بين المصمم والمنفذ من أجل بناء منشآت أفضل وتطوير صناعة البناء في منظور أوسع. لكننا ندرك أيضا الصعوبات الكبيرة التي تعترض هذا التوجه، والتي تتمثل في قدرتنا على التسويق هذه التقنية لأصحاب المشاريع وشركات التصميم والتنفيذ. يقاوم البشر عادة التغيير، وهذه التقنية تحتاج تغيرات كبيرة، بل إنها ستؤدي في الواقع إلى تغير في ثقافة الشركات التي التزمت بالمعايير التي تفرضها عملية تبني هذه التقنية الثورية. إن نجاح عملية التسويق وإنجاز التغيرات المطلوبة لنجاح تطبيق مفاهيم البيم لهو أكثر أهمية من تطوير التقنية ذاتها. نعي تماما وجود نقص في خبراء تقنيات البيم تحتاجهم صناعة البناء لقيادة عملية التطوير. لذلك يجب أن نعدل برامج التدريب والتأهيل لدرفة شركات التصميم والتنفيذ بالكوادر التي تلبي حاجتها. كما يجب على محترفي هذه الصناعة أن يطوروا ملكاتهم في أقرب فرصة ممكنة ليتمكنوا من تطبيق مفاهيم البيم. نجاح نمذجة معلومات البناء يكمن في تسهيلها لعرض المنشآت كما يجب أن ترى في الواقع، مما يساعد على ملاحظة الأخطاء الواردة فيها. يقود بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للمنشآت إلى عملية تصميم شفافة تدعي قسم من المحترفين، كونها تجعل أي شخص قادر على كشف أخطائهم. نحن البشر نرغب دوما أن نرى ما حولنا بوضوح، لكن من ناحية أخرى لا نتمنى هذه القدرة للآخرين. بكلمات أخرى، نحن نحاول دوما إخفاء التفاصيل التي لا ترقى لمستوى المعايير المقبولة، ونظهر بوضوح التفاصيل التي نفتخر بها. وبما أن تقنية البيم لا تستطيع إخفاء الكثير، لذلك نعتقد أنه يلزم بعض الوقت ليتم قبولها والتعود عليها. تتطلب تقنية بيم المزيد من التعاون، وتجبرنا على التعامل مع زملائنا بشكل مختلف. لذلك هي من وجهة نظر علم النفس تطور صحي، وإن كان الانتقال إليه ليس أمرا يسيرا. الحاجة للتعاون ستقود إلى تعميق تطور روح الفريق، وتجعل أفراده أكثر ارتياحا لتبادل المساعدات فيما بينهم والتشارك في المسؤولية عن المنتج النهائي. أعضاء الفريق سيحترمون أكثر النقاط التي يتشاركون بها، كما يحترمون النقاط التي فيها يختلفون. استخدام هذه التقنية سيعزز أيضا روح التعاون بدلا من روح المنافسة، وسيكون الجميع فخورين بالنتائج المشتركة لعمل الفريق. إن التحدي الذي يواجه أي عصر هو استخدام موارد وظروف هذا العصر بدلا من الخضوع لها، وفي عصرنا هذا، عصر التقنية العالية، يبقى التحدي الأهم هو ألا نغرق في فائض المعلومات المتدفقة إلينا، وألا نملك القدرة على معالجتها بالشكل المناسب. هل يمكن للتقنية أن تغير التفاعل بين البشر؟ عندما نذكر أسلافنا سكان الكهوف، ونرى الفرح الذي سكنهم عندما عبروا عن مكنوناتهم بفنهم المرسوم على الجدران، بيتضح لنا الغرور الذي يسكننا، والذي يدفعنا للظن أن التقنية يمكن أن تغير طبيعة وجوهر الإنسان. لذلك ينبغي أن يكون محور تفكيرنا فهم طبيعتنا الإنسانية بشكل أكثر عمقا، وأن نستخدم التقنية لنخرج أفضل ما في أعماقنا. للبشر ملكات مهمة يمكنهم توظيفها لإعاقة أو لإنجاح العملية التعاونية. لذلك يحتاج إنشاء فريق العمل حوارا مفتوحا وديمقراطيا، وقيادة حازمة يمكن الاعتماد عليها لإنجاز المشاريع التي هي بطبيعة الحال ذات بنية معقدة. يجب أن يعكس المشروع رغبات واحتياجات المالك، لذلك يقع على عاتق فريق المشروع فهم وتفسير أهداف المالك التي تقف وراء مشروعه.
الهدف الأساسي لفريق المشروع هو مساعدة المالك في تحقيق أهدافه ونجاح خطط عمله، إضافة إلى تحسين نوعية المنتج وكفاءته من ناحية زمن التنفيذ وتكلفة الإنشاء، وإنقاص عامل المخاطرة، وهذا ما يجعل المالك يقيم جودة التصميم بشكل أفضل. يجب أن تتناغم أهداف فريق التصميم وألا تتعارض مع أهداف المالك، وهنا نرى أن استخدام تقنية نمذجة معلومات البناء قد يساعد في تحقيق أهداف المشروع. مع التأكد أن هذه التقنية ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي مجرد أداة لتحقيق الهدف المنشود. من أهم مميزات نظام البيم أنه يجنح باتجاه جعل عملية التصميم أكثر شفافية، لأن بناء نموذج ثلاثي الأبعاد يظهر ما تم تحقيقه وما تم إغفاله في تصميم المشروع. وما نعتبره هنا فائدة كبرى لهذا النظام يصبح عائقاً أمام بعض عناصر الفريق الذين لم يعتادوا على العمل في بيئة شفافة. النجاح في استخدام تقنية البيم يتطلب مقاربة نفسية جديدة ومختلفة عما اعتادت عليه قطاعات صناعة الإنشاءات، والتي لن يغير من سلوكها استخدام البرمجيات والتقنية الجديدة فقط، بل إن التغيير المطلوب يحتاج سلوكيات أكثر عمقاً من مجرد استخدام أدوات جديدة. الأركان التي تحكم التفاعل الإنساني هي أربعة: التخيل، الفهم، التواصل، التعاون. تتفاعل الأركان فيما بينها، وكل منها يولد الآخر ويقويه. مجالات تطبيق نمذجة معلومات البناء: أولاً، إدارة المشاريع. غالباً ما يتم التعامل مع المهام المتعلقة بمشاريع الأبنية، التخطيط، التصميم، البناء كعمل واحد متكامل، لأنها تتم خلال فترة قصيرة نسبياً قبل إشغال البناء. العلاقة التقليدية التي ربطت بين المالك ومعلم البناء في القرون الماضية أصبحت الآن أكثر تعقيداً، وهي علاقة ثلاثية الأطراف بين المالك والمعماري والمقاول. أدى تطور عمليات صناعة الأبنية إلى وجود وثائق المنشآت كما نعرفها اليوم. الرسوم التي تعرف البناء أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً، وتم الفصل بين دور المصمم ودور المقاول، وتزايد الاعتماد على الوثائق الورقية كطريقة للتواصل بين المصمم والمقاول. وهذا أدى إلى نشوء استفسارات دون أجوبة وحالات غير متوقعة تظهر خلال عملية التنفيذ. وهذه إحدى الإشكالات التي نجمت عن عملية التخصص وابتعاد المصمم عن موقع المشروع. ومع تعقد عملية التصميم تناقص دور المعماري في عملية التنفيذ، ولم يعد كما كان في عهد وجود معلم البناء، كما أضيف لصناعة البناء اختصاصات أخرى: الإنشائي، الميكانيكي وميكانيك التربة وغير ذلك من التخصصات الأخرى. وأصبحت مسؤولية المقاول تنظيم عمل القوة العاملة وتأمين المواد وتنفيذ البناء. وبالرغم من انحصار دور معلم البناء في عملية الإنشاء، إلا أن الحاجة لمنسق لنشاطات هذه الصناعة أصبح مطلباً ملحاً، وهو نشاط كان يغطي عادة من قبل المهندس المعماري، لكن في العقود الأخيرة أصبح من الصعب على أي مهندس أن يلعب هذا الدور بمفرده. لذلك تسعى صناعة البناء حالياً لإيجاد حلول لهذه المعضلة. يهتم المعماري بالقضايا الجمالية والوظيفية للمشروع، بينما يركز المقاول على قضايا التكلفة والعمليات المتعلقة بالتنفيذ مثل الكميات والنوعية والسلامة. ويبقى للمالك أن يحافظ على توازن معقول بين كل هذه المتطلبات. تتم حاليا المفاضلة بين الخيارات المختلفة لطرق تسليم المنتج في سياق الجهود المبذولة لرفع كفاءة صناعة البناء. لم يتغير جوهر المشاكل التي تعاني منها هذه الصناعة منذ القرون الماضية وحتى الآن، لكن الذي تغير هو تزايد تعقيد الأبنية إلى درجة غير مسبوقة. تكلفة وتعقيد ومشاريع الأبنية المعاصرة جعلها هاجسا مزعجا للمالك. قلة كفاءة صناعة البناء كانت موضوعا للعديد من الدراسات التي هدفت إلى تقييم اقتراحات لتحسين أداء هذه الصناعة. طورت طبقا لإحصاءات الحكومة الأمريكية القطاعات الصناعية إنتاجيتها بمقدار الضعف في الفترة الواقعة بين عامي 1946 و2000، بينما تناقصت إنتاجية صناعة البناء في الفترة ذاتها لتبلغ 80% من إنتاجاتها في عام 1946. بالطبع يوجد مبررات منطقية لتناقص الإنتاجية، محورها تزايد تعقيد الأبنية في هذه الفترة، لكن الأمر لا ينقص من كونها هما يواجه صناعة البناء. توثيق المشروع: يعتمد المقاول على المخططات ثنائية الأبعاد والملاحظات المدونة عليها لبناء فكرة المالك والمعماري والاستشاري. هذه الطريقة والتي تعتبر معيارا صناعيا في الوقت الراهن تسبب الكثير من سوء الفهم، ويمكن أن يؤيد هذه المقولة معظم العاملين في حقل الإنشاءات. لذلك نرى أن نظام المخططات ثنائية الأبعاد والمواصفات لا يفي بمتطلبات إنشاء الأبنية المتطورة المعاصرة. استخدام التوجيهات ثنائية الأبعاد في العالم ثلاثي الأبعاد يتطلب عدة مراحل من الترجمة من المفهوم الأصلي في ذهن المصمم إلى كل المساهمين في تطوير وتوثيق وتنفيذ العمل.
تستخدم الوثائق ثنائية البعد في كل عملية تبادل المعلومات بين الأشخاص، والذين عليهم أن يعيدوا ترجمتها إلى تصورات ثلاثية الأبعاد. لذلك نجد أن كل عملية تبادل تتطلب ترجمة في ذهن المتلقي حتى نصل للترجمة النهائية لفكرة المصمم، والتي تتم بواسطة المقاول. عملية التبادل هذه تقود أحيانا إلى أخطاء لا يمكن كشفها إلا بعد فوات أوان إمكانية تداركها. الطبيعة التكرارية للمعلومات في المخططات هي مصدر آخر للأخطاء. تنظيم وترتيب مخططات مشروع كبير عمل معقد، إذ كثيرا ما نغفل عن إدراج انعكاس تعديل ما في كل الوثائق التي تأثرت بهذا التعديل. المشاريع الكبيرة والمعقدة عادة ما تتطلب توثيقا يقوم به فريق كبير من الرسامين ومعدي الوثائق الذي تقع على عاتقهم مهمة مرهقة، وهي نقل تصورات المصمم على شكل تفاصيل تنفيذية مفهومة إلى المقاول. ومن الواضح أن إعداد الوثائق بهذه الصيغة هو تحدي أساسي لمهارات التواصل في الفريق المصمم. من الصعب التعبير عن الأبنية المتطورة الحالية بالوثائق التقليدية ثنائية البعد. الوضع الحالي لصناعة البناء، يجب فهم حالة صناعة البناء في الوقت الراهن لصياغة أهداف محددة يمكن أن تقود إلى تطويرها. وفي هذا القسم نناقش النظم الشائعة لتسليم المنتج ونقاط ضعفها، وما نشير إلى النظام المفضل للتشييد. أنظمة تسليم مشاريع الإنشاءات: تضع العقود المالك في المقام الأول، هو الشخص الذي يكون مسؤولا عن تمويل المشروع من بدايته حتى نهايته. هذه العقود عادة ما تعتمد على نقل المسؤولية والمخاطرة من فريق إلى آخر، وبالتالي ينشأ عنها سلوكيات فردية وتخلق نظام منافسة بين عناصر فريق المشروع. تصميم مناقصة بناء: هذه الطريقة خطية، وعادة ما يكون فيها فريق التنفيذ جزءا من عملية التخطيط، وهذا يؤدي إلى كثير من سوء التفاهم حول التفاصيل التنفيذية للمشروع. تصميم وبناء: تحاول هذه الطريقة أن تشرك فريق التنفيذ والتصميم في عملية تعاونية مستمرة على كل مراحل المشروع. يتم في هذا النظام اعتماد قيمة مقطوعة عظمى لتكلفة المشروع، لذلك يسعى فريق المشروع لتقديم أفضل منتج محدود بالقيمة المتفق عليها. تصميم مساعدة: هذه الطريقة مشتقة من طريق التصميم بناء، وفيها يستخدم المالك مقاولا أساسيا يقوم بدوره بطلب المساعدة من فريق تصميم يعمل بدءا من فترة التخطيط للمشروع. كلتا الطريقتين الأخيرتين تشجعان على تشارك فريق التصميم مع فريق التنفيذ منذ بداية المشروع، ويكون عادة الدور الأساسي الموجه للعمل لإحداهما. معظم الأعمال في هاتين الطريقتين تعتمد على الاتفاق بدلا من المناقصة، لكن ليس بالإمكان دوما الاتفاق على كل الأعمال في فترة التخطيط للمشروع. نقاط الضعف في عملية التخطيط والتنفيذ: أكبر نقطة ضعف هي التصور الخاطئ للمشروع. الشيطان يكمن في التفاصيل. إذا لم توضح في وثائق العقد بشكل جلي كافة التفاصيل المطلوبة لتخيل المشروع بشكل سليم، سيقود ذلك إلى وجود الكثير من الإشكالات وسوء الفهم في زمن التنفيذ. صعوبة التواصل: تعقيد مشاريع الأبنية وحاجتها إلى الكثير من الأفراد لإنجازها يتطلب الكثير من مهارات التواصل بين أفراد الفريق، وهنا تبرز أحيانا الطبيعة الإنسانية عائقا أمام تواصل فعال. ففي المشاريع أشخاص يملكون طبائع وثقافات متباينة يجب عليهم العمل معا. يمكن أن يكون أحد الأشخاص غير مرتاح في التعامل مع زميل له، أو أنه يجد صعوبة في فهمه، أو لا يهتم بنجاح زميله في العمل. كل هذه الظروف لا تقود إلى نجاح الجهود التعاونية للفريق. ترتبط معظم عمليات التواصل المطلوبة بين المصمم والمنفذ بعدة عمليات لترجمة الأفكار بين التمثيل الثنائي وثلاثي الأبعاد. تخيل المشروع وفهمه وبنائه يتم في وسط ثلاثي الأبعاد، لكن معظم طرق نقل المعلومات هي ثنائية البعد: المخططات والمواصفات. عندما تترجم معلومة ما عدة مرات بين النظامين بواسطة أشخاص مختلفين، لن نستغرب أن تصبح الفكرة الأساسية غير مفهومة. الشكل التقليدي لتبادل المعلومات الهندسية متفق عليه لسبب بسيط جدا، وهو أنه لم يتوفر بديل أفضل. استخدام الحاسب لإنجاز الأعمال الهندسية لم يغير هذا الواقع، لأن الأساس لم يتغير، ليه مخططات ثنائية البعد ومواصفات. التنافس بين أعضاء الفريق: غالبا ما يكون في الفريق أفراد يركزون على أهدافهم الخاصة أكثر من التركيز على هدف المشروع نفسه. معظم وثائق العقود الحالية كتبت لتعكس مصلحة الفريق المسؤول عن إعداده. نقل المخاطرة: الاستياء من الأساليب التعاقدية التقليدية قاد لتطوير طرق جديدة لتسليم المنتج، لكن معظمها لم يكن سوى نقل المخاطرة من فريق إلى آخر، وفي النهاية يتحمل المالك عبء تمويل المشروع وعبء الأخطاء الواردة فيه. اقتصاد المشاريع يقود باتجاه تحسين كفاءة عمليات الإنشاء ويعيد